عاشرا القرآن، لن تجد أفضل ما يعتمد عليه ويملأ به الوقت في رمضان من القرآن. بعض الشباب حضر متون وجاب كتب ويبغى يقرأ، يا حبيبي انت 11 شهر فحط في الدنيا، لا عمرك شو فتحت كتاب، ما حلالك الكتاب غير بس انك انت الآن في رمضان. طب شوف مالك وش كان يسوي، كان الإمام مالك رحمه الله، هذا مالك حق إمام مين؟ إمام دار الهجرة، كان إذا دخل رمضان أغلق الدرس في الموطأ وأقبل يقرأ القرآن من إيش؟ من المصحف. البخاري كان عنده 40 ختمة، كل يوم يختم ختمة في النهار على مدى 30 يوم، وكل 3 ليال يختم ختمة في التراويح، يبقى عنده 10 ختمات تراويح و30 ختمة، يبقى كده 40 ختمة. الشافعي عنده 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل. هذا صعب؟ لا مو صعب. وانا اخوه تعرف انت لو جلست في اليوم قسمت 3 ساعات على مدى اليوم تختم كل 3 ليال، ولو جلست 7 ساعات تختم القرآن ختمة واحدة، لأن الجزء في القرآن يأخذ منك 20 دقيقة، كل وجه يأخذ دقيقة، والحمد لله المصحف المدينة هذا الملك فهد رحمة الله عليه 20 وجها كل جزء، كل صفحة كل وجه يأخذ منك دقيقة واحدة. زي ما بتجلس على التويتر والواتس بالساعات الطويلة اكتشف نفسك مع القرآن، رتب لك برنامج كم تبغى تختم ختمة في هذا الشهر المبارك. كل 3 ليالي الحمد لله الوقت واسع، والشباب عندهم إجازة، ما عندك لا مدارس الحمد لله رب العالمين، الوقت فاضي، وعندك من جلسة الإشراق تقعد ساعة ساعة ونص تأخذ لك في 4-5 أجزاء جزاك الله خير، وتتفرغ لهذا القرآن، تبكر إلى التراويح وتقعد، وكمان بعد التراويح. وبعض الناس 11 يجعل الخط اللي يجعل التلاوة في النهار ولا يجعل تلاوة في الليل. والحديث يقول كان جبريل يدارسه القرآن متى؟ كل ليلة. وأيضا عن أبي أمامة وغيره وعن جابر وغيره قال من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من القانتين، ومئة آية من لم يكتب من الغافلين، ومئة آية من القانتين، وألفين من المقنطرين. فاجعل لك حظا من القرآن فين؟ في الليل. والله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال أهل التفسير ابن جرير وابن كثير والقرطبي والزمخشري وغيرهم قال أي ما ينشأ فيها من العبادة. إن ناشئة الليل يعني العبادة التي تنشأ فين؟ تنشأ في الليل، إن مظنة الإخلاص، ما حد إيش؟ ما حد شايفة، كنت جالس تناجي ربك تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، إن شاء الله مجالس القابلات القادمات نكمل هذه الوقفات مع هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يبلغنا فيه الصيام والقيام، وأن يعيننا فيه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين المعتوقين من النيران. اللهم وفقنا لكل خير، وعنا على كل بر، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر ولاة أمرنا لما تحب وترضى، خذ من وصينا البر والتقوى، اللهم اغفر لنا ولأهل هذا المسجد ولأهل هذا الحي، ورب أولادنا ونساءنا، واهدنا وإياهم وإياكم، وتقبل منا يا رب العالمين في غير رياء ولا سمعة. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.